السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فراخ بأسهل طريقة ممكن تتخيليها، مش تخطر في بالك، وطعمها فعلا 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 يستاهل التجربة. يلا بينا نقول هنعمل ايه. انا معايا الفراخ بصراحة مطلعها من الفريزر، طلعتها فكت خالص واديني قسمتها من ورا كده من عند السلسلة. انا كان معايا فرختين، بتنضفيها انت بقى وبتظبطيها. هاجي عند الصدر كده وهتك عليها عشان تتفرد، شايفين؟ يلا بينا بقى نقول على الخضار اللي معانا. معايا 3 جزرات، معايا 5 قرون فلفل اخضر، معايا قرن فلفل احمر اللي هو الالوان، وواحد اصفر، معايا 2 احمر وواحد اصفر، ومعايا 4 بصلات، ومعايا طماطمايه واحده. هنقطعهم ترانشات ونرصهم في قلب الصاج اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا نروح نقطعه. وبعد ما قطعناهم وجهزناهم زي ما انتم شايفين، معايا نص معلقه فلفل اسمر، كمان جنزبيل، ملح، تحويج اللي هي 7 بهارات او توابل محشي، دي عادي شغاله، انا بس بطعم الخضار. معايا قرفه برضو، حطيت معلقه، وتوم بودره، نجيب بقى طبق نحط فيه معلقة دقة، وكمان يا ست كل معلقة تحويج، وكمان معلقة نص معلقة جنزبيل، ومعاه معلقة برضو قرفة، ومعانا معلقة توابل فلفل اسمر، معاه معلقتين فلفل اسمر، ومعلقة التحويج بقى، وراح جايبة شوية زيت بس كده، كمان شوية خل برضو كده كفاية. نقلبهم بقى في قلب بعض بالمعلقة ونروح على الفراخ. انا كده بعد ما قلبتهم كويس فيها اي حاجه ناشفه، كلهم اختلطوا ببعض، شايفين بقت ماده سايله ازاي، اخدها واروح بيها للفراخ. يلا نجيب الفرخه الاولانيه، نجيب سكينه معايا افتحها كده من عند الصدر، نجيب السكينة بقى ساعه وقعت مني وكنت بغسلها. نغسل بقى الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده عشان الملح يوصل لها جوه، وعلى قد ما تقدري الفتحات اللي انت فتحتها دي حطي فيها من الخلطة. انا هدعكها حلو بالخلطة دي، معلقة مش هتنفع، يلا نشغل ايدينا
عشان كده مش هينفع. يلا بقى نلغوص. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك وشير، واللي رايه في الكومنتات، بس اهم حاجه اللايك يعني عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. فتحت من عند الورك، لف بقى الفرخة واروح عند الرقبة. لفها زي ما انتم شايفين كده، اظبطها. دينا عملنا لها سرير جميل من الخضار. بعد برضو الطريقة دي لو جربتوها جميلة جدا. كنت بتفرج على مسلسل، جه اعلان، رحت قايمة بسرعة عاملاها، رحت مدخلها الفرن ورجعت تاني كانش الاعلان لسه خلص، ورحت قاعده مكمله بقيه المسلسل بتاعي. هي اخدت في الفرن بتاع ساعه وطلعت مستويه جدا، وكان طعمها جميل جدا. الله اكبر، ما بقاش منها حاجه خالص، يعني ما عملتش حاجه جنبها. عملت جنبها سلطه طحينه بس زي ما شفت في الصينيه، وسلطه خضراء، والخضار ده حطيته في اطباق عشان اللي عايز ياكل بعيش، والفرخة بس. ما عملتش حاجة تاني، يعني ما فيش اسهل من كده. يوم ما تكوني زهقانة ما فيش اكتر من كده سهل، يعني جميلة جدا. يلا بقى نشيل الصينية دي والسكينة. يبقى الشوية اللي معاكي دول اروح احطهم بقى ايه على الوش كده، وزعيهم بايدك عشان انا كسلت اوزعهم، لونه بقى عامل في قلب الفراخ، لونها كان غامق شوية. يلا بقى دخلناها الفرن. ولعت الفرن من تحت بس قبل ما تقفلي عليها ابقي ولعي الشوايه. انا بصراحه ما ولعتش الشوايه. ومن هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص، واسيبكم مع الحاجات الجميله دي، واشوفكم في حلقه جديده مع حاجه جديده في مطبخ ام سليمان. اوعوا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس، تقولوا رايكم في الكومنتات. مع السلامه.